العربية والسورية كتير كتيرة، وكل مثل له قصة وحكاية. قصص وصلتنا هي والمثل، وقصص ما وصلتنا بس وصلنا المثل وصرنا نتداول ونقوله ونعبر فيه عن حالة معينة. اليوم رح نحكي قصة مثل منقوله للتحذير من عدم التصرف بشي إلا برأي صاحبه، لأنه أسلم وأضمن للعواقب، ومعنى تنفيذ الشي المطلوب بدون مناقشة فيه. الأكيد عرفتوا للمثل اربط القرد مطرح ما بيقلك صاحبه، بس بتعرفوا شو قصته؟ قصة هالمثل إنه بقديم الزمان كان في شخص مربي قرد، وهالزلمة كان يحب القرد تبعه لدرجة كتير كبيرة، وكمان القرد كان يحب صاحبه كتير، وكان هالزلمة مدلل القرد دلال غير شكل، بالأكل وبالشرب وحتى بشمات الهواء. وبيوم من الأيام كان صاحب القرد طالع من البيت، ووصخ خادمه إنه يربط القرد على باب البيت من برا قبل ما يطلع. وقبل ما يطلع الخادم من البيت جاب القرد ليربطه، بس فكر إنه ليش بده يعني صاحب القرد يربطه على الباب من برا؟ المنطقي أنه ينربط القرد من جوا، وقرر أنه يربطه من جوا بعد ما فكر أنه صاحب القرد ممكن يكون ما انتبه وحكى بالغلط من برا بدل من جوا. وبالفعل جاب الخادم هذا القرد وربطه بالباب من جوا وطلع من البيت وسكر الباب ورا، وما انتبه أنه سكره على دنب القرد. قام هالمسكين ما تحمل ومات. وقت رجع صاحب القرد وشافه ميت زعل على القرد كتير، وغضب على الخادم وعاقبه، وصار الخادم يردد ربوط القرد مطرح ما بيقلك صاحبه، ربوط القرد مطرح ما بيقلك صاحبه. ومشيت هالمقولة مثل على لسان الناس، وممكن نسمع هالمثل بروايات كتيرة مثل ربوط الحمار أو ربوط الجحش محل ما بيقلك صاحبه. وهالمثل مثله مثل كتير أمثال تانية، ممكن يكون في عدة روايات لقصته. إذا بتعرفوا رواية تانية خبرونا ياها.